وإياكم مشاهدين مع صندوق النقد الدولي حيث قال إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الفدرالي عدم اتخاذ قرار بخفض الفائدة حتى أواخر العام الحالي وإن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الاتحادي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن وشدد صندوق النقد في الأسابيع القليلة الماضية على ضرورة توخي المزيد من الحكمة نظرا لاستمرار نمو عجز الموازنه الامريكيه رغم النمو الاقتصادي القوي في الوقت الذي يصوغ فيه الحزبان الجمهوري والديمقراطي مقترحات تيما بشان الضرائب والانفاق الحكومي قبل انتخابات الرئاسه الامريكيه المقرره في شهر نوفمبر